وننتقل الآن إلى مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأزمة الأوكرانية. العسكرية الروسية، وهذا لأن الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها قد التزمت بإرسال 5500 صاروخ جافلين إلى أوكرانيا التي غيرت من ملامح هذه المعركة. كذلك عملنا مع شركائنا وحلفائنا على إرسال أعداد كبيرة من الأسلحة وطائرات الهليكوبتر والأنظمة الدفاعية قبل مهاجمة روسيا. تأكدنا من أن جافلين وأسلحة أخرى وبعض الأنظمة الدفاعية سوف تكون متوفرة لأوكرانيا، وفي الشهرين الماضيين استمرينا في نقل أعداد متزايدة من الأسلحة بوتيرة سريعة، وتحققنا من عدم وقوع أي عرقلة في نقل هذه الأسلحة. لقد شنت روسيا هذه الحرب منذ شهرين، وكنا قد طلبنا ميزانية تصل إلى 33 مليار دولار أمريكي. هذه الأموال سوف تكون مخصصة للدفاع عن الديمقراطية والحرية، لأننا إن لم نقف في وجه الأنظمة الدكتاتورية فسوف يستمرون في بطشهم. لذا فإن كل عامل في هذه المنشأة وفي هذا المصنع وكل دافع ضرائب ساهموا في ثمن الحرية ما يدفعون للفخر. في الأسبوع الماضي كنت قد أرسلت مسودتي القانون التي عبرنا فيها عن رغبتنا بحاجة المزيد من الأموال لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، فضلا عن المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الأوكراني. وكنت قد أهبت بالكونغرس بأن يمرر هذا القانون بفضل النجاحات التي يحققها الشعب الأوكراني، وخير دليل على ذلك معركة كييف. وسوف نضمن بأن كافة شركائنا سوف يعملون على تجديد معداتهم الدفاعية. هذه المعركة لن تكون بخسة الثمن، بل سوف تكلف روسيا المزيد، ونحن سوف نقف إلى جانب أوكرانيا طالما أن روسيا مستمرة في أعمالها العدائية. كلنا نعلم ما هو الجواب، لكن لا نعلم الحل لهذه المشكلة، لكن نعلم ما هي الخطة المناسبة. في ترسانة الديمقراطية التي تعني أيضا وظائف جيدة لدافعي الضرائب، وكان هناك تركيز على المصانع الدفاعية، وهناك أكثر من 3500 شخص يعملون لهذه المنشأة العسكرية في لوكهيد مارتن. تم خلق أكثر من 3000 وظيفة في ألاباما. الجيش الأمريكي سوف يبقى هو أفضل جيش وفي الطليعة على مستوى العالم. نود أن نعمل على ضمان الإمدادات التي يمكن تقديمها بشكل كامل إلى أوكرانيا. وكنت قد أدركت أن صواريخ جافلين تعتمد على أشباه ناقلات من طراز 200 ملمتر، ولا بد لنا أن نضمن إنتاج أشباه النواقل في الولايات المتحدة. ونحن في الولايات المتحدة نحن البلاد التي تقوم بتطوير أشباه النواقل تلك، لأننا وللأسف هذا يعزى لأننا قد أوقفنا الاستثمار في أشباه النواقل هذه لفترة من الزمن، لكننا أدركنا بعد ذلك بأننا كان لزاما علينا أن نكون المنتجين الرئيسيين، فهي تستخدم في سياراتنا وهواتفنا المتحركة وفي كل شيء. تعد أشباه النواقل عنصرا أساسيا في هذه المنشأة، لهذا نعمل على منع روسيا من الحصول عليها أو التكنولوجيا المتطورة التي يمكن أن يتم استخدامها في هذا الصراع العسكري. وبينما نتخذ الخطوات المناسبة لضمان وتأمين ما نحتاجه من نواقص عالمية، فلهذا السبب كنا قد طلبنا من الكونغرس بتقديم أموال طارئة تسمى تشيبستاك من خلال موافقة الحزبين التي يتم من خلالها تأمين عشرات الملايين من أشباه النواقل تلك. لذا لابد لنا أن نركز على ما قلته في الأيام الأولى التي مسكت بها بمقاليد السلطة في البلاد. قلت بأنه لابد لنا نعمل على
مواجهة المنافسة القوية التي نجدها من دول قوية مثل الصين. لابد لنا أن نستثمر كبلاد عظيمة. فقبل بضعة سنوات استثمرنا فقط 2% من إجمالي الناتج المحلي في البحوث والتطوير. سوف نبقى في طليعة العالم، لكننا الآن مصنفون في المرتبة 13، وإدارتي سوف تعمل على تغيير ذلك. إدارتي سوف تركز على تحقيق هذا الأمر بفضل عمليات البحوث والتطوير التي كانت قد أيضا شملت مسألة الصواريخ الموجهة ومنها جافلين. ومسودة القانون هذه سوف تفضي إلى استثمارات إضافية التي من شأنها دعم أسر كثيرة يعملون في قطاعات مختلفة منها التصنيع. ويؤسف بأن هناك من يقول بأن الولايات المتحدة لم تعد القوة التصنيعية في العالم، لكننا كنا قد خلقنا أكثر من 15,000 وظيفة في هذا الميدان. فنحن لدينا أفضل وأكثر الموظفين مهارة من خلال قدرتهم على تأمين أشباه النواقل تلك التي تعد أساسية في الاقتصاد وجعل أمريكا في الطلعة. اليوم معظم هذه النواقل يتم صنعها في الخارج، لكننا علينا أن ندرك بأنه يجب أن لا نكون رهينة لتلك المواد التي تستخدم من الخارج، أو أن نكون مرهونين بما تمليه عليه الدول الأخرى المصنعة. ولهذا السبب فإن الصين تعمل على وقف مسودة القانون هذه، فلنعمل على تمرير هذا القانون. والكل يدرك مدى أهمية جافلين 20,000 حتى قبل 20 عاماً التي انطلقت فيها هذه الوحدات التصنيعية في إظهار المهارات الأمريكية وحب الوطن. وقبل بضعة أيام كنت قد سمعت أحد الأشخاص من هنغاريا يقول بأنه بدون صواريخ جافلين كان يصعب علينا. نقلنا على حضراتكم جزءا من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأزمة الأوكرانية والتي بدأت في 24 من فبراير الماضي ومستمرة حتى الآن، حيث أشار بايدن أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء على إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية والأنظمة الدفاعية إلى أوكرانيا، وأن هذه المعركة لن تكون زهيدة الثمن بالنسبة لروسيا.